السلام عليكم يا شباب. عليكم السلام. فاتت لغاية 10,000 سنة فاتت. أوكي، بي بي معناها بيفور بريزنت، أو ممكن تعتبرها بيفور كرايست. الفرق مش كبير لما نقول مليون سنة ونقول 10,000 سنة قبل الميلاد أو من الآن، يعني الفرق مش كبير. طيب، هنتكلم النهاردة على الهندسة في العصر اللي هو الحجري أو ما قبل التاريخ. هنتكلم على اختراع شوية تولز، أدوات اكتشاف النار والشلتر، البيوت اللي كانوا بيعملوها أو الأماكن اللي كانوا بيسكنوها زمان. وكمان كان عندهم آرت، يعني ظهر برضو في الفترة دي الآرت، الرسومات والبينتينجز والكلام ده. وبعد كده هنختم بسمري صغير. الفترة من عشر يعني الفترة من مليون سنة قبل الميلاد لعشر آلاف سنة قبل الميلاد، بيقول إن واحد كان ممكن إيه بتلاقي فيه زي ما أقول إيه ارتفاكتس أو حاجات قديمة الإنسان اكتشفها، بتدل على إن الإنسان البدائي كان بيمارس الهندسة أو عم بيعمل حاجات تنفع نقول عليها حاجات هندسية. إحنا اتفقنا إن هو لو أخد أي حاجة من الطبيعة اللي أول حاجة نتكلم عليها invention of tools، الأدوات اللي هو كان بيستخدمها. حاجة بسيطة قوي، twigs اللي هي أغصان الشجر، كان بيجي على أغصان الشجر الوود اللي هو الخشب ويعملوا chewed point، يعني يجي على طرفه كده وإيه ويخبطه أو يخليه كده إيه مقروس كده، أو يعني إيه عارف زي ما يكون إيه بيقطعه بسلوب، بيقطعه بحيث يكون حاد، بنسميها chewed point. يبقى هو المهارة اللي هو عملها إن هو قطع الخشب وخلاها كده زي ما تكون ايه حاميه شويه او مدبدب او لها ايه بوز كده شويه. طب كان بيستخدم الوود ده ان هو حوله لوود تول، حوله لوود تول. يعني ايه وود تول؟ يعني اداه خشبيه. طب كان بيستخدمها ايه الراجل ده بتاع زمان، الحاجه الخشبيه اللي هو كان بيستخدمها؟ والله انتوا عارفين ان في بعض الخضروات وبعض الحاجات والديدان وغيرها كانوا بيعيشوا في الطينه او بيعيشوا في الارض، فطبعا بدل ما يحفر بايده والحفر في الارض الصلبه صعبه، فكان بيعمل مجرد يجيب الخشبه دي ويعملها كده بالسن ده ويبدا يحفر فيها في الارض عشان خاطر يحفر من غير ما ايه ما يوجع ايديه او يعور ايديه. فدي احد الايه التولز اللي هو ايه استخدمها، انه جاب خشب او اغصان شجر خلاها تبقى مدبدبه او مدببه، سوري شوت بوينت، حصل منها على اداه خشبيه يقدر يستخدمها في الحفر واستخراج، مثلا لو في مثلا نقول ايه الحاجات اللي هي زي البطاطس بتبقى تحت الارض، تطلع تحت الارض، اي حاجه بياكلها فيجيتابل موجوده تحت الارض يقدر يحفر ويطلعها بسهوله. طيب، تاني حاجه اللي هو الصيد، عايز يعمل حاجه زي السكينه او يعمل ستون تول، ما كانش فيه سكاكين، ما فيش بقى ستانلي ستيل والحاجات بتاعت الايام دي والتصنيع والكلام ده، عايز يعمل طوبه تكون حاميه شويه ومسننه برضو ليها سن عشان يقدر يصطاد بيها. فكان بيجيب ناتشرال ستون، يجيب ستون عادي ويطبق الانجينيرنج بقى هنا، المهاره اللي هو كان بيعملها سلانتد بلاو. بلاو يعني كان بيضرب بايده، يعني بيضرب بايده بحجر على حجر التاني. سلانتد يعني بميل، يبقى هو بيضرب على ايه، ماسك طوبه ماسك طوبه تانيه وبيخبطها بميل وبيخبطها بميل. سلانتد بلاو يعني خبط، بلاو يعني خبط، وسلانتد يعني بميل، فيقدر يحصل على ستون تول زي ما احنا شايفين الشكل. هو بيشتغل على طوبه وبيخبطها بطوبه ثانيه لغايه ما يخلي الطوبه زي ما انتم شايفينه اقصى الشمال، اللي هو الشكل المدبب ده، يقدر يستخدمه كستون ايه تول. طيب ستون تول ده بقى كان بيقدر يجيب الستون تول ويجيب وود خشب ويجيب سينيو. ايه سينيو ده؟ سينيو ده اوتار، الاوتار اللي بتربط العضل بالعظم. هو كان بيصطاد حيوانات وياكل اللحمه بتاعتها، كان في جزء ما بيتاكلش او ما بيتندخش، اللي هو الجزء اللي بيربط او بيشبك العضله دي اللحمه يعني بالايه بالعظم، فكان بيسيبها تنشف وتتحول لحاجه زي الحبل. فكان بيستخدم السينيو اللي هو اوتار الحيوانات مع الستون مع الحجر ان هو يخليه مدبب او يسننه او يخليه يعني مسن، سوري يعني ليه سن كده، وايه ويجيب معاه حته خشب ويركبهم مع بعض ويربطهم. اوكي،
فممكن يحصل على ايه؟ على سبير. سبير يعني رمح. هامر يعني ممكن يعمل شكل شاكوش. ولانس حاجة كده في النص يعني زي سبير صغير برضو زي رمح صغير. فاقدر اقول ان هو جاب الود والستون والسينيو ثلاث حاجات من الطبيعة، عمل سيلكتنج اختارهم فيتنج ركبهم مع بعض وبايندنج ربطهم في بعض، قدر يحصل على السبير واللانس والهامر. بدي اهم الادوات اللي هو كان بيستخدمها. واضح ان في كل الادوات دي مشترك دايما ان بيبقى فيه ايه؟ ستون. كان ادواته مصنوعه من الحديد، سوري مش الحديد، سوري من الطوب او من الحجر. فعشان كده اطلق على الفتره ديت العصر الحجري، لان الانسان كان بيستخدم التولز اللي كان بيستخدمها كانت كلها معموله من الحجر. طيب هل هو في الفتره دي كان من غير ملابس؟ لا، ده هو ايه؟ عارف موضوع الملابس. طب عملها منين؟ من حاجه اسمها انيمال هايد. طبعا انيمال هايد اللي هي فروه الحيوانات او الجلد بتاع الحيوانات، بالانجلش بنقول عليها انيمال هايد. والله انت عايز تقول انيمال سكين، ده سيم نفس المعنى، مفيش اي مشكله، انيمال سكين او انيمال هايد. اكتشف ان هو لو سابها تنشف في الشمس هتبقى قويه، اوكي، ويقدر يعمل بيها او يغطي بيها البيت بتاعه، الشيلتر بتاعه، يغطيه ويعمل روف سقف ويعمل جوانب باستخدام مين؟ باستخدام جلد الحيوانات لو نشفها. واكتشف انه لو حطها وغطسها في الميه، if it's soaked fresh او soaked in various solution، يعني حطها soaked يعني غرسها او غمسها في various solutions، حطها في سوائل، وهناك اكيد السائل الاساسي كان هو الميه، بتبقى soft. وبما انها soft يعني طريه، كان بيستخدمها للملابس، كان يلفها حوالين نفسه ويبقى الملابس بتاعته. يبقى الانيمال هايد هو الناتشرال ماتيريال، بعد ما اصطاد ما رماش الفروه او السكين بتاع الحيوان، استخدمه في لحاجتين. الحاجه الاولانيه كان بيسيبه ينشف في الشمس sun drying عشان يبقى ستيف يعني سترونج، يقدر يستخدمه يعمل بيه الوول والروف، الحيطان والسقف. اما بالنسبه ان كان في حاجه ثانيه، ممكن ياخد نفس السكين بس يغطسه في شويه ايه؟ في سوليوشنز، soaking fresh hide in various solutions، يحطها في solutions سوائل. ده بيخلي الهايد المره دي بقى مش ستيف مش سترونج، لا سوفت، فيقدر يستخدمها فور كلوذنج، بيستخدمها كملابس. يبقى ده اكت اوف ايه؟ هندسه. على فكره في هندسه اسكندريه قسم اسمه غزل ونسيج، اللي هم بياخدوا المكن اللي بيستخدم في المصانع، وعندهم فكره ازاي بتحول من اول القطن لغايه ما تحوله، لغايه ما بتقدر تحوله لملابس يتلبس، اوكي. فده يعتبر احد انواع الهندسه، لكن احنا ما عندناش في عين شمس هندسه الايه؟ الغزل والنسيج. موجوده في بعض الكليات في مصر، منها هندسه اسكندريه. طيب يبقى اهم حاجه انا اتكلمت عليها حتى الان، نلخص كده اللي احنا قلناه، ان هو استخدم ادوات حجريه من الحجر، كمان عمل اداه من الايه؟ من الخشب عشان يقدر يحفر بيها في الارض، كمان استخدم جلد الحيوانات وحوله، ممكن يستخدمه يغطي بيه البيت بتاعه، يعمل بيه حيطان، يغطي بيه الحيطان او يغطي بيه السقف. خلي بالك ما كانش لسه فيه طوب ومونه والكلام ده كله اللي احنا بنصنع بيه او بنعمل بيه شيلتر دلوقتي. وممكن كمان يعمل ايه؟ يعمل يغطس السكين ده هوت في سوائل، فيبقى السكين طري فيقدر يلبسه ويعمل منه ملابس. طيب اهم حاجه برضو في الفتره دي ان تم اكتشاف النار. في دلائل بتقول ان هو كان بيعرف يتحكم في النار وينقله من مكان لمكان. فطبعا هي فكره ان هو ينقله من مكان لمكان دي سهله، مجرد هيجيب غصن شجره ويحطها في النار، فالشجره دي هتبقى او هيتمسك فيها النار ويقدر ينقل او يتحرك بيها وهي معاه، وينقل النار دي من مكان لمكان، ويقدر يتحرك بيها ويتحكم في الايه؟ في النار زي ما هو عاوز. دي اول حاجه. لكن مصدر النار دي جت منين؟ يعني مصدر النار ده جه منين؟ في اقاويل بقى. في ناس بتقول من اللايتنج، اكتشف النار من اللايتنج، يعني البرق بيضرب شجره فيطلع فيها الفاير، يطلع فيها نار، فعرف ان في حاجه اسمها نار. ناس ثانيه يقول لك لا، كان زمان في براكين، فمن الحمم البركانيه بتبقى كلها ايه؟ متوهجه، فكلها نار، فاكتشف النار منها، فكان بيروح بالعصايه مثلا يحطها في الايه؟ في اللافا، الجزء من اللافا السخنه ديت، فايه يمسك فيها النار، ويبقى ساعتها ايه؟ حصل على النار. في ناس تانية بقى بيقولوا كمان ان هو اتعلم ان هو لو جاب الخشب مع بعض، او جاب الخشب وحصل فريكشن ما بين الخشب وخشبه تانية،
ممكن يحصل ايه سخونية ويتحول لنار. ناس بتقول كمان ان ممكن يكون هو قاعد وماسك الطوبتين وبيخبطهم عشان يعمل التول بتاعه، راح طلعت شرارة مسكت في الحشيش اللي حواليه فعملت النار، فعرف ان هو لو جاب طوبتين وخبطهم في بعض ومسكت في الايه في الحشيش ده هوت اللي حواليه او اي حاجة ناشفة تعمل النار بتاعتها. ده ما يهمناش بقى، ده اللي هي بداية النار جت منين، ده موضوع ايه العلماء اتكلموا، يمكن ده يمكن ده يمكن بالاسلوب ده. يهمنا بقى ازاي النار غيرت حياة البني ادم اللي هو في العصر الحجري. اول حاجة protection، all animals avoid fire، يبقى كل الحيوانات بتخاف من النار، فيستخدمها الانسان البدائي كبروتكشن. يعني والله لو حجمه حيوان يجيب عصايه ويولع بيها النار ويخوف بيها الحيوان، لما يكون هينام بالليل يقوم عامل ايه، يقوم مولع نار عشان الحيوانات ما تقربش منه ما تجيش تهاجمه وهو قاعد على النار. طيب nutrition، بالصدفة هو بياكل لحمة، حتة لحمة وقعت في نار، استنى لما النار اتطفت وبعد كده اكل اللحمة، لقى اللحمة دي هيت بقت ايه، بقت سهل المضغ وسهل انه ياكلها، فبدأ بعد كده يعرف موضوع الكوكينج. يبقى هو من العصر الحجري وهو اكتشف موضوع الكوكينج، ان الفيجيتابلز الخضروات واللحمة لما بتتحط في النار بتبقى سهلة الاكل، بتبقى ايديبل وايزي تو دايجست. بس هو طبعا ما كانش يعرف يعني بكتيريا وبارازايت، بس احنا بعد كده عارفين ان الهيت دهوت كان بيقضي على البكتيريا والبارازايت. بس هو كان بيحس ازاي، هو لسه ما فيش دكاتره على ايامه، لكن هو اكتشف الكلام ده ازاي، ان لما بياكل اللحمه نيه لقى بطنه بتوجعه مثلا بعد ما بياكلها، لكن لما بدا يحطها في النار وياكلها ما بقاش يحس الاحساس ده، معناه ان هو قدر يقضي على البكتيريا والايه واي حاجه اي مرض موجود في الحيوان دهوت ما يوصلوش، فعرف موضوع ان الهيتنج ده مهم. غير الكوكينج، الحيوانات مثلا كانت بتسافر من مكان لمكان، تروح مثلا من الجنوب للشرق، انتوا عارفين الحيوانات دايما في حاله اسمها ايه هجره من مكان لمكان، فكانت ساعات بتيجي وتهاجر لاماكن ساقعه، هو ما كانش بيعرف يروح وراهم في الاماكن الساقعه دي. ليه؟ عشان هو كان جسمه ما يستحملش الساقعه، لغايه ما اكتشف النار ما فيش مشكله، ما فيش ما يمنع ان هو يمشي ورا الاكل بتاعه ورا الحيوانات وهي بتهاجر ويهاجر معاها ويروح في الاماكن الساقعه، لان هو بيعرف دلوقتي ازاي يعمل ايه، يعمل نار تدفيه. فنقدر نقول من الحاجات اللي اثرت على البني ادم او الفاير خلى البني ادم يقدر يسافر من الاماكن السخنه في افريقيا ويقدر يسافر لغايه ما يروح اسيا ويروح ايه شمال اوروبا. واخر حاجه الكوميونتي، انه يعمل فاير ويقعد حواليها بيخلي البني ادمين الاخر، طبعا الحيوانات تبعد، لكن البني ادمين التانيين يشوفوا في فاير يعرفوا ان في حد هناك ويبداوا ييجوا ويقعدوا ويبداوا يبقوا يعملوا ايه، زي ما يكون إيه؟ يبدا يعمل سوسايتي صغير، يبقى في سوشيال لايف، بدا يبقى في كوميونتي، بدا يبقى في قبائل. ده يشوف نار كده منوره بعيد يقول لك ممكن اروح الاقي حد، يروح هناك والله يلاقي حد وكده ممكن ايه يبداوا يتكلموا ويبقى ايه يعملوا مع بعض فاميلي او يعملوا مع بعض قبيله، وبدا يبقى يتكون موضوع القبائل. يبقى النار ساعدت الناس انها تتجمع وايه ويبقى فيه سوشيال لايف او سوشيال انفايرمنت. يبقى هما دول اربع حاجات، بروتكشن بحمي النار بتحمي الانسان القديم من الحيوانات، النيوتريشن الاكل بقى سهل الهضم، رينج بقى يقدر يسافر من الاماكن الدافيه للاماكن الساقعه لان هو معاه النار تقدر تدفيه، كوميونتي بقى يعمل كامب فاير او فاير يجذب البني ادمين يقعدوا معاه ويبقى عنده سوشيال لايف ويبقى فيه فاميلي ويبقى فيه كمان ايه قبيله او ترايب وما يعيش لوحده بقى يعيش في جروب. شيلترز، طب البيوت بقى بتاعت الحيوانات، طبعا كلنا عارفين الماموث او ماموث، ماموث اللي هو الفيل بتاع زمان ده، طبعا كلنا شفنا فيلم الكرتون بتاع ايس ايج، عارفين الماموث شكله ايه وعارفين ان عنده تاسكس، تاسكس دي اللي هي الايه اللي انت شايفه اللي هو الايه اللي طالع من مناخيره ده، هو بنسميه ايه بالعربي اللي هو بيقولوا عليه العاج، اوكي اللي هي التاسكس بتاعت الايه بتاعت الفيل. كانوا زمان طبعا بيصطادوا الفيل دهوت وبياكلوا لحمه، فطبعا هتلاقي ان التاسك دهوت او العظم بتاعه ضخم والتاسك ده ضخم، يقدر يعمل منه الشكل اللي انتوا شايفينه تحت ده بالتاسك وبالبونز بتاعت الحيوانات، كان بيقدر يعمل الشيلتر بتاعه او البيت بتاعه اللي هو هيسكن فيه، ده الانسان الحجري.
طيب كان بيغطي الشلتر بينين. طب هو حاجة ركب عضم، طب ما بين العظم والعظم فيه فتحات ممكن يخش عن طريقها الهواء لو في منطقة ساقعة أو كده، طب كان بيحمي نفسه إزاي ويقفل نفسه إزاي؟ والله كان بيجيب الأنيمال هايد زي ما إحنا قلنا الأنيمال هايد، ويعمل له سان درايد يخليه يبقى يعني يبقى يعمل يعني درايد باي ذا سان، بعد كده هو يبدأ يعمل منه السقف والإيه والروف، ويعمل منه الإيه الوول اللي حوالين الإيه العظم. وممكن لو ما لقاش انيمالز وما عندوش جلد كفايه كان ممكن يستخدم التري برانشز، يجيب ورقه بتاع ده الشجر اغصان الشجر وايه ويستخدمها في ان هو يغطي بيها البونز ويبقى عنده الشيلتر او المنزل بتاعه. اوكي الكلام ده كان بيرجع ل 100,000 سنه قبل الميلاد، والسمول شيلتر ده البيج شيلتر اللي هو بيستخدم فيه عظم الماموث. اما بالنسبه للسمول شيلتر فكان بيستخدمه من بونز وهايد بس بتاع انيمالز عاديه مش الماموث. الماموث كان بيستخدم في انه يعمل شيلتر كبير. يبقى هما كانوا ايه؟ كانوا مهندسين مدني اهو بيعملوا اماكن يسكنوا فيها. ده المهندس المدني بتاع زمان، المهندس المدني بتاع النهارده بيعمل ايه؟ بيعمل عماير عشان الناس تسكن فيها. طب ما هي المساكن بتاعت زمان هي الشكل اللي انتم شايفينه ده، عظم ومتغطي بايه؟ بجلد الحيوانات او بورق الشجر او سوري باغصان الشجر. فيبقى الانسان اللي نفذ الكلام ده وعمل المنزل ده يعتبر ايه مهندس مدني بس من ايام زمان ومن قبل ما كلمة هندسة اصلا تخترع. اخر حاجة عايزين نقولها النهاردة ان كان في احد السلالات والسلالة الاخرانية خالص من العصر الحجري اللي هم يعتبروا اقرب حاجة للمودرن هيومن بينج اسمهم كروماجنونز. دول ما كانوش بيعملوا بيوتهم من شيلتر وانما كانوا بيعيشوا في الكيفز في فرنسا واسبانيا. يعني دول ناس كانوا عايشين في اوروبا في العصر الحجري وكانوا عايشين جوه كيفز يعني جوه كهف. اكتشفوا على حيطان الكهف دي ان في رسومات معموله بالفحم. يبقى هم اكتشفوا الفحم او لقوا الفحم واكتشفوه ولقوه بيكتب على الحيطان وبداوا منه يرسموا الصيد بتاعهم. بداوا يرسموا على الحيطان الكيفز بتاعتهم عمليه الصيد زي ما انتم شايفين على الرسمه دي. احد الرسومات رسم الناس ومعاها الرمح او معاها الارو بتاعهم والحيوانات وقصه كده، يعني كاتبين القصه ان هم ايه كانوا بيصطادوا زمان الغزلان وكانوا بياكلوها مثلا، فقال لك ايه ما نعملها ونرسمها ونرسمها على الايه حيطان الكهف بتاعنا. اوكي فحتى الان لقوا هم شويه الاشكال دي هيت موجوده في بعض الكهوف، فده دليل ان من العصر الحجري ان الكلام ده ايه الارت او الفن كان موجود وكانوا بيعملوا بينتينجز باستخدام الشاركول. الشاركول اللي هو الفحم. طبعا الناس لما لقوا الكلام ده حافظوا على الكلام ده وعملوا له ترميم بحيث يفضل موجود، ودليل على وجود ايه الكرو ماجنونز ان هما كان في ارت ناحيه ايام العصر الحجري. طيب السمري بتاعنا ان اهم حاجه نكون عارفينها من الشابتر ده التولز، ايه الادوات اللي هو استخدمها سواء كانت ادوات خشبيه او ادوات حجريه. الفاير اكتشاف الفاير طور ازاي من حياة البني ادم، حياته اتغيرت ازاي؟ اتكلمنا عليه وقلنا اربع حاجات حصلت بعد اكتشاف الفاير غيرت حياة البني ادم. شيلتر المنازل البيوت اللي كان بيسكن فيها كان بيعملها ازاي وبيبنيها ازاي؟ طبعا ميجريشن جاية من الفاير، الفاير ادى الى وجود ايه؟ ميجريشن. طبعا الفاير ده المقصود بيه النار، لما بيبقى بقدر استخدم النار يبقى يقدر يدفيني، اقدر اروح وهاجر ويحصل ميجريشن من افريقيا اللي هي ادفى منطقه واروح حوالين العالم ويبقى في ناس يعيشوا في الاماكن الساقعه ويقدروا يروحوا لاوروبا ورا الاكل بتاعهم. اصل زمان هو كان بيصطاد الحيوانات، الحيوانات بتهاجر من مكان لمكان هو وراها ورا اكله، ما عندوش بيت معين. لكن مع الوقت هو بيمشي من ورا حيوان والحيوان بدا نفسه بيلاقي نفسه بقى اللي في افريقيا راح، وبعد كده اتحرك راح لاسيا، واللي من واللي راح ورا حيوانات تانية بتروح على اوروبا، وبعد كده بدا الناس تنتشر في العالم كله. اوكي وبقى في شويه ناس هنا وهنا وهنا وهنا. اي حاجه قلناها في الشابتر ده عباره عن ناتشورال ماتيريال نفذنا عليها اي سكيلز اي مهارات. اوكي سكيلفول اكشنز اي حاجه ليها علاقه بالهندسه، تركيب توصيل تنشيف وضع في سوائل، كل الحاجات دي تعتبر عمليات صناعيه. واخد بالك اكشنز سكيلفول اكشنز مهارات. اوكي وحصلت منها على برودكت ديفايس سواء كان شيلتر سواء كان ملابس سواء كان غطاء للحيطان
سواء كان ادوات بسطات بيها، سواء كان ادوات احفر بيها في الارض، كل الحاجات دي تعتبر هندسه. كل الحاجات دي تعتبر هندسه. اوكي، فنقدر نقول ان في الفتره دي كان بياخد الناتشرال ماتيريال اللي حواليه يابلاي عليها سكيلفول اكشنز ويحاول يوصل منها لايه؟ اليوسفول ديفايس يقدر يستخدمها في حياته. بس هو ده الكلام اللي احنا عايزين نقوله النهارده. في حد عنده اي مشكله؟ اي سؤال يا شباب؟